يتدفقون على سوق العمل في ليبيا من كل حدب وصوب. أعدادهم تقدر ب 2.1 مليون حتى نهاية عام 2022. أكثر من 60% منهم يعملون بصورة غير قانونية وفق آخر التقارير. إنها العمالة الوافدة على البلاد، الملف الساخن المسكوت عنه والذي لقينا صعوبة في تناوله بسبب التكتم الشديد في هذا الموضوع. فلماذا يتواصل توافد هذا العدد المهول من العمالة على ليبيا؟ وما هي أهم الاختصاصات التي يشغلونها؟ ثم هل تحترم القوانين الوطنية التي تضبط اختصاصات المهن للأجانب؟ ولماذا يحبذ رب العمل تشغيل الأجانب على الليبيين؟ كان عندنا 68.3 من العمالة جاي عن طريق التهريب، مش خاشين عبر المنافذ. لقينا 31.7% خاشين عبر المنافذ، ولكن يخش عبر المنفذ يعني بتأشيرة، ممكن زيارة ولا حاجة، لكن يستمر يقعد بالعشرة 15 سنة في ليبيا وما فيش إجراءات قانونية يعني تضبط. يعني قسنا مدى الرضا إنه هو عن عمله في ليبيا، لقينا 77% إنه هو راضي إنه يقعد في ليبيا ويشتغل في ليبيا. 23% قالوا إحنا مش راضيين العمل في ليبيا، متعرضهم بعض المشاكل يعني اللي واجهتهم. يعني هنا يا بعد الرضا يعني البيانات هذه هي دلالة يعني واضحة أن ليبيا يعني بلد جذاب العمالة لعدة أسباب. أهم هذه الأسباب وهي كثرة عروض العمل، حرية الانتقال الداخلي، الأمان ممكن يحس به يعني العامل، شبه مجانية السكن، مجانية المياه والكهرباء، عدم وجود ضرائب، العديد من الأسباب اللي خلت العامل ليبي يودي ليبيا في ليبيا. شو الشغل هنا؟ والله الحمد لله كويس. شغل انا مش كويس والله، كويس 100% الحمد لله. بتقعد ليبيا ولا تمشي؟ لا انا قاعمس خلاص، كلهم الحمد لله زي بلدنا. هلا انا مغربي من الرباط وعاشت ليبيا ودائما ليبيا ونحب ليبيا. لي انا يا 25 سنه في ليبيا ان شاء الله ماشي. والله اللهم لك الحمد، بعيلتي بصغاري هنايا معاي. الاعمال في ليبيا محتاجه للاجانب، الاقتصاد الليبي يحتاج للأجانب. قدموا خاصة من مصر وتونس والعديد من الدول الأفريقية، أغلبهم يعملون بالأجر اليومي دون عقود رسمية. الزراعة خارج المدن وقطاعات البناء والنظافة والورش قطاعات تستقطبهم وفق مصادر رسمية. فهل هناك مهن استثناها القانون عليهم لممارستها؟ صدر السيد معالي وزير العمل والتأهيل قراره رقم 392 لسنة 2021 في شأن استجلاب واستخدام العناصر الغير ليبية. هذا القرار موجود أمام حضراتكم للإطلاع. طبعاً القرار هذا تضمن عدد 25 مادة ضبطية للعمالة الأجنبية العاملة في ليبيا، كذلك تحديد سقف العمالة المسموح بها في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتحديد المهن التي لا يجوز شغلها أو العمل الأجانب عليها بغير الليبيين، وعددها 40 مهنة محظورة، وكذلك اعتماد عدد 20 نموذج يتعلق بعمل العمالة الأجنبية والوطنية. القانون أوجب في موجب مادته 51 بأن لا تقل نسبة العمالة الوطنية في جهات العمل عن 75% من إجمالي عدد العمالة الأجنبية، وأجاز المشرع إلى الجهة وزارة العمل بتخفيض هذه النسبة في حال عدم توفر العناصر الوطنية المتمتعة بالكفاءة أو الفنية المطلوبة، ويصدر ذلك التخفيض بقرار من وزير العمل والتأهيل، ولكن هذا التخفيض مؤقت وليس دائم. على أرض الواقع، هل تستجيب ظروف العمل للمعايير المصادق عليها والتي تصون الحقوق وتمنح الحريات رغم شح الشهادات من العمالة الوافدة في هذا الملف لأسباب نجهلها؟ وزارة العمل والتأهيل لديها العديد من مذكرات التفاهم المبرمة مع بعض الدول المصدرة للعمالة الأجنبية بشأن تبادل الأيادي العاملة وتسهيل إجراءاتهم وضمان حقوقهم في كلا البلدين. وأيضاً أود أن أنوه أن الحقوق والواجبات التي يتمتع بها العامل الأجنبي يعني الذي لديه أو الذي يتمتع بإجراءات قانونية هي ذات الحقوق والواجبات التي يتمتع بها العامل الليبي، مع اختلاف أن العامل الأجنبي لديه مكافأة نهاية خدمة بينما العامل الليبي ما عندهاش مكافأة نهاية خدمة.
هذا التدفق للعمالة الوافدة له من النتائج الكثيرة على عدة مستويات، سواء الصحية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، فما هي تداعيات ذلك؟ وما مدى خطورة الفوضى التي تحكم القطاع؟ البعد الاجتماعي طبعاً العدد بتاع يعني لقينا 21 نقطة رئيسية أهمها يعني البطالة، الزيادة السكانية، الاختلال الديموغرافي، الاختلال الثقافي، الزواج لبيت من الأجانب خارج سلطة قانون التشريعات. يعاني عدد كبير من العمالة الوافدة من أمراض تتوزع بين الخطيرة والأقل خطورة، حيث أكدت دراسة للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي أن 38% من العمال يعانون من التهاب الكبد الفيروسي، فيما يحمل 16% منهم فقدان المناعة المكتسبة، ما ساعد في توفير بيئة مناسبة لانتشار الأمراض المعدية. العمالة الوافدة هي تحل محل العمالة الوطنية، لأن زي ما تعرف أن العمالة الوافدة ممكن تشتغل في ظل تحت أي ظروف، وتاني حاجة حتى رب العمل يفضل أنه يتعامل معها لأن ما في شيء التزام بينه وبينها، ما في شيء تنظيمي أو قانوني. تاني حاجة واحدة من أسباب اللي هي الأثر على الميزانية العامة، الاستفادة من برنامج الدعم والدعم الطاقة والوقود والكهرباء والمياه وكل الخدمات، وكذلك قرارات مكافحة الهجرة، وكذلك قلة تحصيل الضريبي هي أثرهم على سعر الصرف ومستوى العام الأسعار. وطبعا هذه النقطة نعتبر فيها من النقاط المهمة، لأن موضوع سعر الصرف الفترة هذه صاير عليه يعني حوار كبير، وفي ناس يعني متأثرة منها بشكل مباشر وغير مباشر. واحدة من الأسباب اللي لم تذكر في الحواريات وفي اللقاءات إن جزء كبير من الطلب على غير رسمي عن طريق هذه العمالة خارج المصارف، فطبعا زيادة طلبهم على العملة الأجنبية لتحويلها للخارج هذا واحد من الأسباب اللي أدت إلى المشاكل اللي عندنا تو في سعر الصرف في الاقتصاد الليبي. يعني هذا لو الدولة تفرض عليه ضرائب وتدخله داخل الإطار القانوني، شوف كم حيجيب لك عوائد وكيف حيخش في النشاط الاقتصادي. هذا طبعا عبارة عن تسليط ضوء فقط لو أن يتم دراسة الموضوع هذا. مما لا شك فيه أن تنظيم العمالة أمر ضروري وواجب، يجب بالفعل أن يكون دخول العاملين الأجانب وفقا للطرق القانونية والطرق المنظمة، والعمل بتاعها يكون وفقا أو بناء على عقود مبرمة طبقا للقانون. 5.3 مليار دولار تحويلات العمالة الأجنبية عبر السوق الموازية في ليبيا، وفق ما كشفه وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد، مضيفا أن تلك التحويلات لا يستفيد منها الاقتصاد الوطني أو حكومات البلدان المرسل إليها الأموال. فهل تمثل تلك الأموال ضربة في معقل للاقتصاد الوطني؟ كذلك تحويلات العمالة يجب أن تكون خلال المنظومة المصرفية، لابد أن نهيئ الظروف لعمل المنظومة المصرفية بحيث تكون المصارف تعمل بكفاءة عالية، وأن نحل مشكلة الانقسام السياسي والانفلات الحدودي، وعندئذ نستطيع أن نفعل شيئا في هذا الاتجاه. أما أن نقفل التحويلات لابد تكون عن طريق النظام المصرفي، والنظام المصرفي غير قادر على العمل ومشلول وغير قادر حتى على دفع المرتبات، فهذا أمر أعتقد أنه مستحيل، وأعتقد أن وزارة العمل ستجد صعوبة كبيرة في هذا المجال. الهدف النبيل يجب أن يكون أو يجب أن نسعى لتحقيقه بطرق قانونية وطرق سليمة، وليست بطريقة الحملات والقمع
والتعسف، يعني قدموا قيمة مضافة للناتج المحلي الإجمالي أو للدخل القومي بقدر مناسب. فلا يمكن أن نقول أن التحويلات الأجانب هذه في غير صالح الاقتصاد الليبي، إلا إذا كانت هذه التحويلات صورية، وهذه ممكن تتم حتى عن طريق المصارف. يعني إذا كان العمالة يعني لم تعمل في الواقع وإنما خلقت لها رواتب وهمية، فعندئذ تكون التحويلات هذه ضارة بالاقتصاد الوطني. هناك حلول موضوعة من وزارة العمل والتأهيل لحلحلة هذا الملف. هذا الملف الشائك يتطلب تدخلاً جذرياً نظراً لتشعبه بسبب الانفلاتات الأمنية التي شهدتها البلاد والتي كانت أرضية خصبة لتنميه وتعقده، ملف يثير اهتماماً متزايداً من المنظمات الحقوقية للبحث في مدى تمكين العمال من حقوقهم الاقتصادية والصحية